نادراً ما يستطيع الوالدان الاستفادة من كلتا اليدين أثناء قيادة عربة الأطفال، لذا فإن عربة الأطفال التي يتم قيادتها بيد واحدة أمر لا بد منه. يا للهول، يمكن طيها أيضاً بيد واحدة. العجلات قابلة للمناورة لدرجة أن عربة الأطفال سهلة وممتعة للمناورة. الآن لن نخاف من أي عقبة أثناء المشي. كم عدد الأوزان التي رفعتها؟ الآن أنا أتحول إلى الوزن الخفيف. يمكن تعديل الحزام والواقي الناعم يضمن الراحة. أين يمكننا تخزين عربة الأطفال في المنزل؟ في أي مكان؟ لها أبعاد بحيث تناسبها في خزانة الأمتعة اليدوية على متن عربة الأطفال. وبعد التجهيز مباشرة يمكننا فتحها لراكب صغير لأنها توجد في الممر بين المقاعد. يمكننا أيضاً سحبها مثل حقيبة السفر. أثناء المشي نربط أحزمة المقاعد، وبفضل الواقيات فهي لا تؤذي الطفل الصغير. عندما يكبر الطفل يتم ربط الأحزمة بمستوى أعلى، وسترافقنا عربة الأطفال لفترة أطول. عندما يرن المنبه يمكن الأكل والشرب، يمكن الوصول للسلة بسهولة، وهذا أمر هام جداً. أعتقد أن هذه العربة مخصصة للأمهات، حيث إن فيها حاملة قهوة الصباح. هيا نتحدث بصوت منخفض. سقط الصغير نائماً، لكن لا شيء يوقظه. من خلال رفع مسند القدمين ووضع المقعد، نهيئ له ظروف نوم مثالية. حتى تكون عربة الأطفال دافئة وممتعة، دائماً ستجد غطاءً للقدم في العبوة. وفي حالة هطول الأمطار بشكل مفاجئ، يمكنك ارتداء غطاء المطر في أي وقت من الأوقات. دعونا نرى ما يحدث في الداخل. النافذة تفتح وتغلق بمغناطيس بهدوء وسهولة. يمكن تحرير الفرامل وقفلها بخطوة واحدة فقط من الأعلى. عادة ما تكون الحواجز عقبة حقيقية، لكن مع هذه العربة اقفز فوقها أثناء القيادة بيد واحدة. لن يستطيع الطفل إخبارنا أنه يرتجف، لكنه قد يبدأ في البكاء. لحسن الحظ لدينا هنا مصات صدمات جيدة. أوه، لقد ضربنا شيئاً. تعتبر العجلة التي لا تحتوي على دواسات وتركيبات أسهل وأسرع في التنظيف. في حال الملامسة تظل العجلات والجزء السفلي خارجاً ولا تترك بقعاً على الملابس. هل ترغب في تحويلها إلى وضع أدنى؟ سيكون هذا بالتأكيد آمناً. بفضل حزام اليد لن تفلت عربة الأطفال أبداً. سيمنع الحاجز الراكب الصغير من الانزلاق ويقتنع بأنه يقود السيارة. وهكذا مستعدون لأي شيء، ونذهب إلى العالم.